قالت الإعلامية إيمان أبو طالب زوجة العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق أنه لا توجد أي علاقة تجمعها وزوجها بشركة دبسي. وأضافت أبو طالب في تصريح نشرته عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك مساء الثلاثاء: قدمنا اعتذارنا عن تولي منصب المستشار الإعلامي لي واعتذار العميد محمد سمير عن منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة يوم 7 يوليو 2019 بعد الاتفاق على الأمر بداية الشهر. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لوجود ظروف خاصة تحول دون قدرتهما على التفرغ للوظائف المشار لها أعلى، مضيفة: سنتخذ الإجراءات القانونية خلال استخدام اسمين في أي نشاط أو عمل يخص هذه الشركة. هنا إيمان أبو طالب وزوجها محمد سمير. من ناحية أخرى، كان قد احتفل العقيد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبو طالب بعقد قرنيمة بحديقة دار القوات الجوية يوم السبت 13/5. ده هنا وهم في عقد قرانهم، بحضور أصدقائهما المقربين فقط ليشهدوا على تتويج قصة حبهما التي يشملها التقدير والاحترام. وارتدت إيمان أبو طالب فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري لونه أوف وايت، وقام بتصفيف شعرها سيد رحي. هنا أثناء عقد القران، وقرر العروسان الاحتفال بزفافهم عائليا مع عدد قليل من أصدقاء الأسرتين. ويذكر أن آخر تجارب الإعلامية إيمان أبو طالب كانت عبر شاشة قناة ام بي سي مصر. دي إيمان أبو طالب، ودي صور لها من حسابها على انستجرام. يذكر أنه في مايو 2016 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا للمتحدث العسكري العميد محمد سمير أثناء مراسم عقد قرانه، ويظهر من خلال الصور بالبدلة غير الرسمية مع عروسه الإعلامية مروة سعيد في مراسم عقد القران ويده في يد المأذون، مقدمين له التهاني بالزواج ومتمنين له حياة سعيدة. دي وهو بيتجوز قبل إيمان أبو طالب، دي مع مراته قبل إيمان أبو طالب مروة سعيد إعلامية برضه. وللأسف لم يستمر الزواج إلا شهور قليلة، وكانت مروة سعيد الإعلامية قد قدمت برنامج تسلم الأيادي في رمضان الماضي على شاشات الفضائيات، وهو برنامجها الأول وكان من إنتاجها. وبعد الطلاق من زوجها السابق العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق ابتعدت عن الوسط الإعلامي. يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد محمد سمير قد تولى منصبه منتصف سنة 2014، وذلك خلفا للعقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري السابق. من هي العروسة إيمان أبو طالب؟ تبلغ من العمر 37 سنة، حيث أنها من مواليد مارس عام 1980، يعني حوالي 39 سنة دلوقتي. كانت ساعتها ساعة الزواج 37 سنة. بدأت مشوارها الإعلامي كمراسلة لقنوات دبي والكويت والبحرين، واقتحمت مجال الإعلام بالصدفة حيث أنها كانت تعمل مذيعة بمبدأ الهواية فقط. انتقلت للعمل في قناة روتانا موسيقى لتصبح مراسلة برنامج نشرة الأخبار لفترة ليست بالطويلة. وبدأت العمل في قناة روتانا سينما عام 2005، ومع بداية افتتاح القناة قدمت فيها النشرة الفنية والتي كانت بعنوان نشرة روتانا الفنية بجوار عمرو يوسف. هنا مع والدها. صور جميلة مع والدها في الحقيقة الحديقة. وقدمت برنامج صبايا الخير بدلا من ريهام سعيد على قناة المحور،
بعد أن فسخت الأخيرة تعاقدها مع القناة. عام 2007 تزوجت من شريف أحمد محمد، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، ولديها طفلان من زوجها الأول وهما نادين وأحمد. هنا مع نادين وأحمد طفليها من الزوج الأول، صور جميلة ليها معاهم. دي نادين رياضية واخدة ميدالية، أنا نادين واحد. وتواجدت في عالم التمثيل من خلال بعض الأفلام والمسلسلات، ومنها فيلم من أول السطر بجانب فريق واما. وشاركت في مسلسل ظرف أسود مع عمرو يوسف، كما ظهرت بدور المذيعة في فيلمي سالم أبو أخته وأبو العربي. هالة سرحان هي أول من اكتشفتها وقدمتها لتصبح مذيعة على قنوات روتانا. دي إيمان أبو طالب. ومن ناحية أخرى قالت شركة دبسي للنقل الذكي أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ليس شريكا فيها على الإطلاق في الشركة، حيث تعد دبسي شركة مساهمة مصرية برأس مال مصري بالكامل، وتؤول ملكيتها لرجل ولرجال أعمال مصريين. ولفتت الشركة أنه في ظل وجود منافسة في السوق المصري، فإن دبسي تتطلع للحصول على دعم معنوي كبير من الدولة لإنجاح التجربة لتحقيق مبدأ التنافسية في السوق المصري بخصوص خدمات الشركات المنافسة التي تنفرد بحصة كبيرة في السوق، تقصد أوبر وكريم. وأضافت الشركة أن قوى الشر تقف أمام أي مشروع واعد يضيف للاقتصاد المصري، وأن تلك المحاولات لن تزيد الشركة إلا إصرارا بأهمية المشروع لتطوير أحد أهم القطاعات التي تساهم في التنمية. هنا خالد صلاح، يوسف الحسيني، وإيمان أبو طالب. هنشوف بقى صور متفرقة لإيمان أبو طالب. ولو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم، قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.